ازيكم، معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل ازاي، هنعمل طريقة اللحمة المعصجة علشان هنستخدمها في وصفات كتير، فهتبقى جاهزة معانا الطريقة بتاعة الشيف بطوطة في اللحمة المعصجة. لحمة من الاخر، وازاي بكمية بسيطة من اللحمة المفرومة يبقى عندنا كمية كبيرة من اللحمة المعصجة والطعم فوق الخيال، روعة. هتستخدموها في وصفات كتير وهتبقى حلوة قوي، وممكن تعملوا بيها سندوتشات، وهتستخدموها في البيتزا، كل حاجة ان شاء الله. يلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. اول حاجة معانا عندنا ووك سخنة على النار، ويفضل ان احنا نعصج اللحمة في طاسة، احسن النتيجة بتبقى احسن من اما نعملها في حلة. تمام، هنحط بقى مادة دهنية، سمنة معانا اهي، هننزل بحاجة بسيطة جدا من البصل، وهنكه بيه السمنة كده، هنسيب البصل على جنب، وبعد كده ننزل باللحمة. والنار عندي لازم تبقى عالية جدا، طبعا البوتاجاز الغاز هيبقى احسن من الكهرباء، فهينجز معاكم قوي في التسوية عن الكهرباء. كده بعد ما شوحنا اللحمة والمية بتاعتها نشفت خالص، وبقى معايا المادة الدهنية. برضو انا عايزة اقول لكم، اللحمة دي من السن، كل ما تجيبوا اللحمة فيها نسبة دسم كل ما بيبقى طعمها احلى بكتير من انها ان انتوا تعصجوا لحمة حمرة خالص، فهتلاقوها بقى منزلة الدسم معايا، بتبقى تحفة. تمام، هنبتدي بقى نتبل اللحمة. عندنا جوز الطيب، بهارات لحمة، سبع بهارات، فلفل اسود، حبهان محمص ومطحون. كده انا بقى خلاص عمر ما اللحمه هتبقى زفره معايا، لان انا حافظت على ان انا احمرها وتخلص من الميه اللي هي هتنزلها كلها، فانا كده خلاص يعني الحاجه عندي كلها تحفه. وفي نفس الوقت زي ما بقول كل مره، ان انا لو حطيت اللحمه على السمنه على طول من غير معلقتين البصل اللي في الاول، ريحه اللحمه هتبقى مش حلوه خالص. تمام، اهي كده تبلناها بالبهارات. هنبتدي بقى ننزل، عندنا بصل مقطعين مكعبات كده، كمية البصل كل ما تبقى قد اللحمة كل ما هتاخدوا لحمة طعمها يجنن.
البصل الكتير ده بيحليها مش بيوحشها، فكل ما تحط البصل كميته حلوة كل ما هيبقى احلى. نشوح الاتنين مع بعض كده كويس. دلوقتي هنرش بقى كبابة صيني. ونشوح كويس جدا البصل مع اللحمة. بصوا البصل اصلا بيبتدي خلاص يعني يدبل معايا ومش هيبقى باين، بس الطعم والريحة ما شاء الله تحفة. كده بعد ما شوحنا اللحمة مع البصل كويس، عندنا شوية زيت عباد شمس، وده علشان الدهون اللي في اللحمة ويفلفل اللحمة معايا. تمام، اهو نقلبه كده ثم بقاش فيها نقطة مية وكله اتحمر معايا والريحة تحفة تحفة بجد يعني جنة. ماشي، عندنا بقى دلوقتي احنا كل ده محطناش الملح، عندنا مية مغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بنكتر يعني، اهي يا دوبك تغطي اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنغطيها ونسيبها تستوي على نار متوسطة. تمام، ونرجع نشوفها عاملة ازاي. اخر حاجة معانا الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تظبطوا بقى على حسب الحياء بتاعكم. شايفين بقى ما شاء الله انا سبناها تدمس على النار كده، يعني هبصوا هتاكلوا لحمة مع الصاجة تجنن. تمام، وكده تبقى جاهزة معانا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع شيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.